أدارت الغرفة النقبية الوطنية لمساحات تصفية الدم إيقاف نشاط عملية تصفية الدم في كامل مساحات الجمهورية باستثناء الحالات الاستعجالية، وذلك ابتداء من 11 من جانفي من السنة القادمة. قرار وصفه مرضى القصور الكلوي المزمن بالكارثي، على اعتبار أن عملية تصفية الدم حياتية بالنسبة إليهم. نحن عملتها كارثة كبيرة، 3 مرات في الأسبوع ونعدي ويكاند، معناتها عندي نهار لحد ما نصفيش بطبيعتي دونك، ونهار بعده فهمتني، عندي معناتها كانك نهارين هذوكم، بعدي من نهار بنهار. أنا ديجا معناتها كي نعدي أن ويكاند ونبدا عاملة حساباتي وشادة روحي على الماكلة ونتعب، معناتها بعد دياليز بعد الويكاند تعبني فهمتني. خلي توا باش يجيك في وسط جمعة وما تعرفش بعدها شنو اللي فما. الغرفة النقابية المعنية أكدت أنها قررت إيقاف النشاط إلى حين إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع، وأطلقت نداء استغاثة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض للتحرك وأخذ القرارات اللازمة لإنقاذ حياة 11,000 مريض يقومون بتصفية الدم في قرابة 130 مساحة. من أكتوبر معني ما عاودوش جاوبونا بالكل، التعريفة ما همش باش يحبوا يزيدوا فيها، التوازنات المالية نتاعنا ما عادش فيها حتى هامش ربع هامش ربح، فما مصحة في سبيتلا الجمعة الأسبوع هذا سكرت، أعلنت الإفلاس وسكرت، وزعوا المرضى نتاعها على المساحات اللي في ولاية القصري، احنا برشا مساحات قاعدين باش يوصلوا للحالة هذيا، بعثنا تنبيه عند طريق عدل المنفذ كيف كيف 15 يوم اليوم آخر أجل، وفي الأجل نتاعهم هما ما جاوبوناش. ما يشاع الآن من أن توازنة الدولة لا تسمح بالزيادة في أي قطاع، أراه هذا مش صحيح، لأن الميزانية نتاع الكنعم صندوق الوطني للتأمين على المرض راهي ما تأتيش من الدولة، أراه المواطنين هما اللي ساهموا في ميزانية الكنعم، يقصوا لهم من شهريتهم في حدود 6.5% للتأمين على المرض. ويبدو أن وزارة الصحة قد أعدت دراسة كلفة بطلب من الصندوق الوطني للتأمين على المرض ليتم رفضها لاحقا من طرف الصندوق نفسه وفق الهيكل النقابي المعني. كيف عملت دراسة الكلفة وزارة الصحة وصلت إلى 180 دينار، قالوا احنا الكنام تخلص فينا في 114 دينار، معناها مش معقول. وقتها الكنام قالت لا 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 ما نستعرفش بها هذه، وقالت لا نزيدكم كاين 7 دينارات السنه و7 دينارات العام الجاي، معناها احنا نخسروا كل حصه على كل مريض وعلى كل حصه في 64 دينار وانت تزيدني 7 دينارات. وبالتالي ما عادش نجموا نجدد الا الماكينات، الماكينه اللي صفي عليها المريض يلزمها تتجدد كل 5 سنوات، احنا ما عادش نجددوا فيها تقعد تخدم 20 سنه. الالات نتاع تصفيه الماء كيف كيف يقعدوا يخدموا 20 سنه، نصلحوا ونفارعوا، معناها السره طابت، المساحه طابت، الحيوط طابت، وبالتالي اذا كان ما يصيرش زياده في التعريف واعتماد التعريف اللي حددها وزاره الصحه، رانا احنا بنوقف النشاط نتاعنا. وامام هذا الاشكال وجب التحرك العاجل لحل حاله الازمه، ومنها انقاذ حياه مرضى القصور الكلوي المزمن.